الستات اللي بتستحمل الضرب والإهانة لحد امتى؟ يعني انتي هتفضلي مستحملة لحد امتى؟ ابوس ايديكو يعني الستات اللي بتتعرض لأي عنف، أي عنف، اهربي اهربي بسرعة، اهربي اهربي من اللي انتي فيه، اهربي وسيبي الجمل كله، ما تفكريش دلوقتي في أي حاجة غير نفسك. ما هو انتي كده كده هتتقتلي، هو خليه يروح في 60 داهية، يعني انفدي بجلدك. ما تستنيش لما تتهان اكتر من كده، ما تستنيش لما تتربطي على كرسي وتتضربي وتمنعي عنك الاكل، ما تستنيش ده. اول ما هتبعتيلي انا بتضرب اهربي، اول كلمة هقولها لك اهربي من اللي انت فيه، لاني مش هشارك ان انت تكوني ميتة زي اللي قبلك. ما تستنيش انه يتعدل، اهربي اهربي من اللي انت فيه عشان ما تكونيش ضحيه غيرك، زي غيرك وزي اي حد اللي اتطعنت واتضربت واتحط، ومش دي بس، واللي قتل مراته واللي ليه نوصل لدرجه ان احنا ماسكين سكينه بنذبح بعض؟ ليه؟ في مفاجأة جديدة انتشر بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، فيديو قديم للمذيعة المصرية شيماء جمال التي قضت نحبها رميا بالرصاص على يد زوجها القاضي، تتحدث فيه عن تعرض الزوجات للعنف الأسري مقدمة نصيحة لهن بالهروب سريعا خشية تطور الصدام للقتل. وظهرت المذيعة الراحلة في الفيديو لمناقشة قضية تعرض الزوجات للعنف البدني على يد الأزواج قائلة: لحد امتى هتفضلي مستحملة؟ هتقعدي لغاية ما تتقتلي؟ اهربي بسرعة وسيبي الجمل بما حمل، فكري في نفسك بس، لأنك كده كده هتموتي. كما أكدت أن نصيحتها الدائمة لأي زوجة تتعرض للضرب أن تهرب بدل أن تنتظر الموت، وقالت ليه نوصل إننا نمسك سكينة ونقعد ندبح في بعض؟ لو استحالت العشرة مع الزوج اهربي ومتسمعيش كلام حد ولا أهلك. لكن الغريب أن الضحية لم تنفذ النصيحة، حيث عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثمانها مدفونة داخل فيلا بالمنصورية بعد اختفائها منذ 3 أسابيع. فيما كشفت التحريات الأولى أن جمال اختفت بعد ذهابها إلى مصفف للشعر بمدينة 6 أكتوبر التابعة للمحافظة الجيزة، ليتبين لاحقا أن زوجها قتلها وأخفى جثتها بحسب ما كشف أحد المشاركين في جريمة القتل.